بجانبي سريعا الكابتن عبد الرحيم الجيزاوي لاعب الفريق الاهلاوي. عبد الرحيم اليوم خرجت بصوره مغايره بعد توقف دامه قرابه شهر شهر والنصف، اليوم من كره جميله هدف اول ايضا هدف اخير عن طريق ضربه جزاء. مستوى اليوم جميل، نقول لكم مبروك. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء الحمد لله على النتيجه، الحمد لله يعني هذا ما جاء من فراغ، يعني جاء من تعبي وتعب كل الفريق. عبد الرحيم الجيزاوي ما حيكون الا اذا كان الفريق جاهز، الحمد لله كلنا لعبنا كوره واحده كلنا حققنا الفوز. عبد الرحيم اسالك عن مفاتيح الفوز، كان بسبب تباعد خطوط الدفاع فريق الاتفاق يساعدكم لوصول المرمى الفريق الاتفاقي؟ والله شوف يعني مباراه فريق الاتفاق يعني صراحه فريق مو سهل، بس احنا لعبنا يعني المباراه الحمد لله من بدايتها ونزلنا ما نفكر الا في الفوز، اثبت للناس انه احنا نستاهل، لعبنا كوره ممتازه. الشوط الاول انتهى 1-0، الشوط الثاني كان فريق الاتفاق حيرجع في المباراه، بس الحمد لله قدرنا نكبر الفارق. طيب لو سالتك عن انا جانا حسب ما نعرف انه انت كنت جاهز من تقريبا ما يقارب 3 أسابيع الى شهر مشاركتك مع الفريق الاهلاوي، ولكن جاروليم لم يكن بالحسبان مشاركه عبد الرحيم جزاوي من ضمن تشكيله الفريق. والله صح تقريبا انا جاهز من زمان يعني الحمد لله يعني كنت جاهز 100%، يعني مدرب جاروليم كان مستبعدنا التشكيله مره وعلى حسب علمي ما كان يبغاني في الفريق. الحمد لله اليوم هذا رد لجاروليم ولاي واحد انه انا اقدر اقدم مستوى اقدر اكون، بس تيجي الفرصه وما حب يعطيني فرصه، ما اعرف ايش السبب، بس الحمد لله انه راح. طيب خلينا اسالك عن عقدك، معلش يمكن باقي شهر او شهرين عن عقدك، بس يضح صوره للمشاهدين ومتابعي القناه الرياضيه ايضا ومحبي عبد الرحيم الجيزاوي اخر اخبار عقد عبد الرحيم. والله الى الان ما صار شيء في العقد، باقي لي شهرين لسه، ما خشيت 6 شهور الى الان من عقدي مع الاهلي، لسه باقي له 8 شهور الى الان ما صار شيء، يعني باقي لي شهرين مدير اعمالي هو اللي يقوم بدي الاشياء، انا افكر اني اثبت في الملعب والباقي برا ان شاء الله. ما في مفاوضات حتى الان؟ ما في مفاوضات ابدا. طيب اسالك عن الالوان اللي بجسمك. في مفاوضات بس برا الاهلي ما في شيء لانه لسه ما خشينا 6 شهور، ان شاء الله انه ننتهي انا والاهلي على خير. طيب اول مره اشوفك عبد الرحيم الوان اخضر يعني بسبب الارضيه؟ والله تقدر تقول انه مرشوشه مو البويه كذا، الحمد لله يعني اهم شيء الفوز، ما علينا نطلع ان شاء الله صفر مو خضر. الف مبروك عبد الرحيم. الله يبارك فيك ان شاء الله. مشاهدي الكرام كان هذا